هلأ رح جهز كريمة الخفق. أنا عندي 3 الكوب الحليب، حطيتهم بكيس زي كده وحطيتهم بالفريزر لحتى يبردوا مظبوط. رح أضيف عليهم 2 الكريمة، المفروض في 2 الكريمة نحط ربع كوب، بس أنا حطة 3 بس اللي هي 180 ملي، لحتى تطلع معنا الكريمة سميكة مثل ما أقول دائما. طبعا كريمة نعرف انها جهزت معنا لما نشوف انها تفضل كده محافظة على شكلها، او حتى اذا لمسنا الكريمة بيطلع معنا كده زي مناخير العصفور. اوكي كده بنعرف انها جهزت. انا هون عندي الكريم باتيسير سبق وعملته وبرد عندي بالثلاجة، بس هون الصحن صغير ان شاء الله ما يطر معي. هو لما نطلعه من الثلاجة بيكون قاسي اوكي، بس بمجرد ما نخفقه مثل ما راح تشوفوا معي دحين بيصير معنا كريمي. لازم نخفق كتير منيح قبل ما نضيفه للكريم باتيسير، لانه اذا قصدي لكريمة الخفق، لانه اذا كان جامد ما راح يمتزج معنا. هلا رح نمزج الاثنين مع بعض. انا رح امزج بهذا لانه اكبر، كل الحمل له رح انزل كده ملعقة ملعقة واخفق بشويش لحتى يمتزج. نزل ملعقة ثانية. رح اخلط كل هذه الكمية مع بعض ونرجع نشوفها بالاخر. حبا والله يسعد كل اوقاتكم كل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل تورتة محشية بالكريمة اللي هي قريبة من البافاروا، بتنعمل من الكريم تلخفق والكريم باتيسير. رح نعملها بالفراولة، طبعا ممكن نستخدم حي نوع فواكه نحن حابين. رح نحتاج الى جينواز اللي هو الكيك الاسفنجي، انا عندي هون دائرتين. نحتاج الى مزيج من كريمة الخفق والكريم باتيسير. انا سبق وحطيت في فيديو قبل كريمة الباتيسير، بس هاي الكريمة نفسها رح تلاقوها في هذا الفيديو، يعني كيف عملت الاثنين. جيلاتين سادة اللي هو من غير اي نكهة، جيم مربى فراولة بس الاحسن جيم. انا عندي هون الفرومبواز لهذا رح استخدمه، مو الفرومبواز، عندي الرازبري سوري. عندي هون فراولة مكعبات صغيرة وشرايح، هاي الشرايح السميكة بنحطها بحافة القالب، بس هيدي الصغيرة نصها رح اعمله مع الحشوة، والنص الثاني رح نعمله كومبوت للتورتة نفسها. هذه الكريمة ممكن نشتغل بها منها غير ما نحط لها جيلاتين، بس انا احب احط شوي جيلاتين لحتى تمسك معي زيادة ويطلع شكلها حلو عند التقطيع، لانه هذا اهم شيء، لانه اكيد مو حلو تورتة لما تقطعيها تسيح، خصوصا لما تكون حشوتها زي كده كريمة. انا هون حطيت تقريبا اقل من ربع الكاب مي، راح احط ظرف الجيلاتين زي كده. طبعا الجيلاتين دائما نحطه في مي بارد بالاول ونحركه لحتى ما يفضل فيه كور مجمع، ثم نحطه بالميكرويف لعشرين ثانية. انا رح جهز الجيلاتين ونرجع نشوفه ونضيفه للكريمة، ثم نضيفه للكريمة على شكل خيط، يعني ما نصبه مرة واحدة. خلاص هذه هي الكريمة جاهزة معنا. هلا رح نبتدي تطبيق التورتة. ناخذ القالب زي كده اوكي. اول شي بنحط عليه طبقة الكيك الاسفنجي.
ريحه الكيكه خلاها مرتفع. هذا هو. سقيت الكيكه شوي بعصير البرتقال، ثم راح اجيب الفراوله. انا هون عامله قياس اللي راح يلف لي اللفه كلها، كل اللي راح اعمله راح اوقفه كذا زي كذا. في اللي يحب يحط انصاف، انا ما احب انصاف صراحه، حسها كبيره عند الاكل، احب احطها زي كذا شرايح. ثم بنحط طبقه من الكريمه، احاول ادخلها عن جوانب الفراوله زي كده. اضيف شويه زياده، هو اللي يحب زي كده يعبيها كلها كريمه، ثم بالاخر بس يعمل طبقه من الكريمه. بس انا لا، انا احب اعمل طبقه من الجنواز بالوسط لحتى ما تجيني كتير سميكه طبقه الكريمه. هلا راح قص دائره جينواز اصغر من اللي عندي هون، راح ترجع تشوفوها معي بالاخر. قبل ما نحط طبقه الثانيه من الكيك، طبعا بنحط هنا شوي فراوله. خلاص هذه هي. انا لانه اشتغلت الجنواز ورقه مشان هيك طلعت معي هون، يعني ما هي قطعه واحده بس مو مشكله، المهم من القطعه اللي بالاسفل هي اللي تكون قطعه واحده. هلا حتى هذه راح اسقيها شوي بالشراب، هذا عندي شراب البرتقال. هلا راح اسكب باقي الكريمه، بس لازم اتاكد انها دخلت مع كل حواف الفراوله، لهذا احب اشتغل انا بهذه الطريقه. طبعا حاول ما نحرك حبات الفراوله لحتى ما تدخل الكريمه بينها وبين القالب. اوكي اسكب باقي الكريمه بالوسط زي كده. طبعا لحتى يستوي سطحها بالمره نتاكد ان الكريمه دخلت بكل الجوانب. خلاص هذه بنحطها بالثلاجه لحتى تمسك معي مزبوط، ثم نرجع لحتى نشوف كيف راح نعمل لها طبقة ال ايش يقولوا الفيلينج. بس بالاول لازم ننظف كده حواف القالب لحتى ما يجمد الكريم وهو لسه ملصق لنا حواف القالب. خلاص هذا هو، اخذ كلينكس الفه زي كده، ثم اعدي كده على الحواف لحتى اشيل الزايد اللي طلع لي على الحواف. هذا هو، بس اعمل كده لحتى تستوي. خلاص بعد راح احطها بالثلاجه لحتى تجمد، ثم ارجع نكملها ان شاء الله. هذه هي بعد ما بردت معي تماما وتماسكت مثل ما انتم شايفين. الان راح نجيب الفيلينج ونحطه عليها. مثل ما شفتوا انا الفيلينج عملته بالنشا، بس في اللي يحب يستخدم الجيلاتين يستخدمه، بس انا افضل النشا لحتى يفضل معي الفيلينج زي كده كريمي وطري. احب وانا اكل كده لما اقطع بالملعقه تنزل معي طبقه الفيلينج، مو مثل الجيلاتين اذا كثرنا كميه الجيلاتين بيصير يتقطع معانا كانه جالسين ناكل. كيف بدي اشبه لكم اياها؟ ماني عارفه.
ليه احب دائما انا الفيلينج يطلع طري معي شوي، حتى انه لما يكون سايل لما نقطع الحلوى وينزل معانا من الجوانب بيطلع شكله كتير حلو. اوكي هذا راح مده على كل الحلوى زي كده. هذا هو الحلى بعد ما جالس معي مثل ما انتم شايفين، انا السبغة قطعت منه قطعة لانه مستحيل اصوره كامل، بس قلت يلا خلاص بما انه لساته القطعة كبيرة خليني اصور لك اياها. طبعا ممكن زينه باي شيء نحن حابين، ممكن ورد عجينة السكر، ممكن بس فراولة مثل ما سبق وذكرت. كده بيطلع شكله من الجوانب اوكي فراولة، ومن كده من الوسط. يلا ان شاء الله بعدين بالاخر اصور له احط لكم صور.